سلام اختي، صافا لاباس عليك؟ غنحط عندك هذا النحاس. طلبوا مني بزاف الناس نحط لهم النحاس اللي مازال باقي عندي. كاين عندي هذا الصنبل، هذا راه كبير، عرفتي راه كبير بزاف. هذا الكاس راه كبير، تقدر دير هو اي ديكور ولا تشربي فيهم ولا تشرب فيهم الانسان. كاينين هادو ربعة ومعاهم هذا، راه زوين. وفيه النقش هنا في الجناب. كاين عندي هادو اللاقات، راه النحاس اللي بغي. هذا عندي هاد الكيسان كبار، هاد الديكور، هادي هذا الشكل ديالو كيدير. هادو ديال الشمع. عندي هاد الكيسان، هادو ها هو راه النحاس لفغي كما تنقول ديما. شرب فيهم الانسان، المهم على حساب اللي بغى، على حساب الذوق ديالهم. هما ستة الكيسان، يعني تيعجبو تقدرو تحطو ديكور. هاد النجيمات هادي يقدر يدير فيها الانسان الشمع، يحطها في هادي. هادو يقدروا يجيو مع هاد الكيسان، يجي هاد لونسومبل كامل يمشي. ولا اللي بغى الكيسان بوحدهم وهادو بوحدهم ما عنديش مشكل. المهم انا عاودت حطيتهم طلبا نظرا زعما تحت طلب مجموعه ديال الناس. قالوا لي عاودي حط صوري هنا النحاس اللي مازال عندك. المهم اللي بغى شي حاجه النمره ديالي 0665 19 64 77، مدينه مراكش. اللي بغى في مراكش اولا في مدينه اخرى مرحبا. كما تنقول لكم راه النحاس اللي بغي كلشي يشري على برا، راه ثقيل ماشي داك الخفيف. السلام عليكم اختي، اش اخبارك؟ نتمنى تكوني بخير. الله يخليك، حطي لي هاد الشوايه عندك ديال الضو. الشوايه راه في حاله جيده، مولينكس ها هي العلامه ديالها. وهاد البلاطو والشوايه ديالها اينوكس. كيتحيدوا هاد الجوج، هادو كتحيد هاد الشوايه وكيتحيد هاد البلا. هذا ملي كتبغي تغسليها هكا، ملي كتشوي فيها كديري الماء هنا في الوسط، كديري الماء وهنا كتحطي داكشي اللي بغيتي تشوي، كيبقى يقطر في هاد البلاطو هادو. ملي كتسالي كتحيدي هاد الشوايه من هاد الجناب. ها هما كتهزو بحال هكا، انا وريتك بهاد الشكل هذا. كتحيدي هاد البلاطو كتسالي هكا كتغسليه. هادو راهم اينوكس، ما كيصدو وما حتى شي حاجه، هي راه محطوطه غير في البلاكار. كنستعملوها هكا غير مره مره، ماشي ديما، وفي حاله جيده وماركه ديال مولينكس. اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. كنطلب فيها 220 درهم. كنسكن في كازا 06 43 56 16 86. وشكرا لك اختي، والله يوفقنا جميعا. السلام عليكم، عندي مجموعه ديال لي سيرفييت وقلوعه ديال الطبله مخلطين. المهم كاين هذا في الابيض، فيه 220 سنتيم على 130 سنتيم، يعني غادي يكون مربع. كاين هذا فيه مع هادو، مع شوف هادو كيفاش دايرينها، وحدة جوج ثلاثة ربعة، هي هادي وهادو يجو معاه اسوختي. شتي هذا مربع، تحتاني راه مربع وهادو معاه. كاين هادو شتي، واحد جوج ثلاثة ربعة، هادو يجيو مع هذا في الغرف. شتي هذا كاين جوج ديال لي ستيك، يعني جوج من هادو ديال هاد الغوزين، كاين جوج في هاد النيك يجيو مع هذا. زوين راه قريب ليه هاد اللي كاينه. هادي بحال ديال الكوا، المهم هي الشكل ديالها كيداير في هاد اللعيبات من هنا من الجناب. شتيهم طويله. كاينين هادو خدومين باليد طروزين، شفتي كاينين ثلاثة هنايا. كاين هادو تغذيات مع ديال الطبلة كبير، اللي بغاهم يقول نحلهم ليه ماشي مشكل. هاهما شفتيهم معاهم هاد لي سيرفيس، باقيين بزاف. كاينين هادو تا هما
سيغ هي تشتيهم. كنظن كاين هنا شي سته. هاد كاين هاد ديال الطبله، ها الاولاني في البيض، ها الثاني في البيض، وكاينين هادو. ها واحد جوج ثلاثة، كاينين ثلاثة، وحدة صغيرة وجوج كبار. كاين هذا حتى هويا ديال الطبلة، هاو مخدوم باليد من طروز، شتي كيفاش داير الطرزة ديالو. كاين عندي هذا بالميكا ديالو، هذا وريتو ليكم، يجي مع هادوك اللي وريتكم. كاين هادو، هذا مربع، وهذا اللي بغاهم يقول لي نحلهم ليه، مكاينش مشكل. كاين عندي هذا مربع ومعاه هاد لي سيغبيات صغيورين. كاين عندي هادو شفتيهم، واحد جوج ها ثلاثة، هادو يجيو مع هذا وهذا يجي مع هذا، يعني يجيو مع بعضياتهم كاملين. شفتيهم يجيو مع بعضياتهم كاملين، هذا يجي مع هذا ويجي مع هذا. ديري هذا وديري مع هادو، اولا ديري هذا وديري مع هادو، يعني ما كاينش فرق. تقدري ديري هذا من التحت وديري هذا من الفوق، شي مع فيها الشبيكات على حساب الذوق ديال الانسان. اللي بغى شي حاجه من هادو، النمره ديال 06 65 19 64 77، مدينه مراكش. اللي بغى في مراكش اولا في مدينه اخرى مرحبا، يقول هادي نعاود نصورهم، ما كاين حتى مشكل. اختي صافا لاباس عليك، فكي من حتى عندك هاد المجموعه ديال الشكاير كلهم دوريجين ديال على برا، راه باقيين صحاح زوينين. وهي لي مارك، كاين هاد سكوت الاثمنه ديالهم معروف، فين يقدر الانسان يقلب في الانترنيت ويشوف الاثمنه ديالهم كيفاش دايرين. فيها هادو من جناب، هادو صحاح ديال زعما بدات كيصبروا الكرفس، شوف كيفاش دايره من الداخل، شي حاجه اللي مزيانه ونقيه. اللي بغاهم يقول لي نعاود نصور، انا فيهم الجيوبه فيهم كلشي، الشتا ما كتدخلش لي كارثه نهائيه. كاين عندي هاد ديال الوليدات، وهي بالجيب ديالها قدامي، باش تحليها كدوري غير هكا صافي وكتحل. ما بقى صحيحة، بقى نقية، وديما الدار ديالهم كما تشوفي كلهم فيهم هاد اللعيبات في الدار، لا هادي ولا هادي، اللي كلهم. كاين عندي هادي اللي حليتها كديرها من الداخل، راه كبار باقي جديدة، هادي يهزو ليك بزاف د الحوايج. شوفا بزاف هنا، فيها هادي ديال الماكلة، فيها شحالة الماكلة. كاينة هادي تا هي، شوف كيفاش دايرة من الداخل، شوف اسكوت معروفة هاد لامارك. كاينة عندي هادي ديال البنيات، وانتوما الدار ديالهم كلهم داير بحال هكا. هاهي ديال البنيات، تا هي واقفة فيها في هاد المجناب. كاينة عندي هادي، المهم دايرة فيها شي حاجة هنايا، الجيب هنا، جيب هنا على براسي، في هاديك ديال العيب بحال ديال الماكلة. المهم داكشي راه باين دوريجين. كاينة هادي كانت فيها شي حاجة حيدتها منها، هما الجيوات لداخل. هاهي سكوت، هاهي راه ماركة معروفة، ماركة ألمانية. كاينة عندي هادي بحال بحال الأولى اللي وريتكم، شتي كي دايرة من الداخل. كاينة عندي هادي وليدات، نوريكم من الداخل كي دايرة. هاهي في هاد الشكيرة الداخل ديالها، كاينة هادي نفسها تاهي فيها الشكيرة في الداخل ديالها، هاهي شفتيها الشكيرة ديالها. كاينة هادي، وكاينة هاد الغوز هلو كيتي. المهم الشكيرة هم ماركة، اللي بغا شي وحدة من هاد الشكير تواصل معايا في الواتساب 06 65 19 74 77، سوا خارج مراكش أولا داخل مراكش، نعاود نصورهم ماشي مشكل. كان اللي حطيت معاهم هادي، وما حطيتش داكشي اللي وسط منها لداخل، كاين وسط منها هاد الصاك شفتي كيتهز هاكا. تقدر تستعملو البنية دير فيه شحالة ديالها، فيه الجيوبة بالجناب فيه كلشي، تقدر تستعملو السيدة إلا كان عندها شي وليد صغيور. عاد فيه هذا، هاد ديال تهزو البنية دير فيه شي حاجة، عاد فيه هاد لاتخوس. كاينه هاد الكوكوط صغيره جوج يطرون الصره مكتوبه فيها، هاي مكتوبه فيها هنايا هاد الكحل هذا اللي كيبان لكم، هذا راه الطبعه ديالها، حتى هي في حاله جيده نقيه، وتبارك الله راه كتهز حتى نص كيلو ديال اللحم، وتهز حتى دجاجه مقطعه
فيها حتى شي ديفو. هذه كنطلب فيها 2400 ريال، 120 درهم. وكاين اختي هذا البراد، هذا اللي منه براد منه غلاي كبير ما شاء الله، اينوكس نقي في حاله جيده، ما فيه حتى شي ديفو، كان محطوط غير في البلاكار. شوفوا الداخل ديالو كنقي، اللي بغاتو ديال المناسبات، هذا راه كيصلح براد ولا غلاي ديال القهوه والحليب. اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا، كنطلب فيه 100 درهم. اللي بغى يتواصل معايا وشاف هذوك المعينات يتواصل معايا على الرقم 06 43 56 16 86، الدار البيضاء. وشكرا لك اختي والله يوفقنا جميعا. وعندي اختي هذا الكوكوط، هذه راها السيب ماركه مخيره في حاله جيده وكبيره ما شاء الله، راه مطبوع مكتوب عليها السيب. انتي من الداخل اللي خداها يضرب عليها غير بشي حكه، محطوطه غير في البلاكار. هذه راه فيها 10 يطرو حتى ل 12 يطرو، ها هي مكتوبه عليها، نتمنى تكون واضحه لكم. ها انت 10 على 12 كبيره ما شاء الله، ديال المناسبات، والسيب الماركه الاولى ها هي. هذه كنطلب فيها 7000 ريال. السلام عليكم اختي، اش اخبارك؟ نتمنى تكوني بخير. عندي اختي هاد الفنايق ديال اتاي، بغيتك تحطيهم لي عندك في القناه. فنايق في حاله جيده، مستعملين يمكن غير مره، كانوا غير في البلاكار، جداد نقيين ما فيهم حتى شي حاجه. هذا راه لينوكس الحر الاصلي البروميير. كاينه هذه الاولى ديال الشاي اللي هو اتاي حبوب، وكاينه هذه ديال النعناع. شوفوا كي دايرين من الداخل، شوفوا كي دايرين من هنا، ها انتم راه اينوكس. وكاينه هذه ديال السكر، وهذا الكويس فاش كدار التشليله، يعني فنايق همويين. اللي بغاتهم مرحبا والف مرحبا، كنطلب فيهم 150 درهم اللي هي 3000 ريال.